النحلة والفراشة مرحباً أعزائي الصغار. اليوم نختتم دروس الصف الأول من التعليم الابتدائي بالغوص داخل مجموعة من القصص الممتعة، ونبدأ اليوم مع النحلة والفراشة لنرى ما دار بينهما. خرجت فراشة في يوم صحو تلعب بين الزهور. حطت على نبتة بها شوك كثير حاد، فانغرس في جسمها شوكة أوجعتها كثيراً. وبقيت تتالم وتشتكي جرحها فجاه مرت بالفراشه نحله فسلمت عليها ولما راتها جريحه حطت بالقرب منها وضمدت جرحها وسقتها قليلا من العسل فبرات وعندها شكرت الفراشه النحله على صنيعها وطارت فرحه تجول بين الزهور وتزين الطبيعه بجمالها وخفتها وذهبت النحله تصنع العسل شفاء للناس